هيلا، هنا عندي أسوي بورك مع الدجاج. أول شي بديت أقص 2 بصلايات كبير وقصصتهم هيك طويل، بعدين شوية خليتهم يحمسون، بعدين ضفت هذول صدر دجاج اشتريتهم من كوسكو وفتحتهم بإيدي هيك يعني شريدد وخليتهم يقلون سوية. بعدين حطيت ملح، شوية سماق وفلفل أحمر وكزبرة وبهارات وشوية ثوم باودر وخليتهم مرات لغي يحمسون، وبعدين بالأخير حطيت معدنوس وجهز يمي. لا تخلوا على النار هواية من تحطون المعدنوس. هنا أنا حطيت شوية نشا ومي حتى من أسد البورك تصير عدل، بعدين أخذ البورك وأبدوا تحشون بيها. هواية سهلة، مشوفت لكم قبل هاي شلون يسويها، ابد ما يراد لها شيء، بس من تسدوها شدوا ايديناتكم حتى ما تنفتح من تقلون، مثل هيجي طريقه. ومن توصلون بالاخير حطوا هذا المي والنشا اللي سويناه وسدوها. شوفوا ايش قد حلوه. اني سويت 36 وحده والحشوه ملت. فكملوا تسوون الكلهم، وقبل ما تقلوهم أنا حطيتهم بالفريزر حوالي هيك 10 دقائق، بس بين ما يعني يلزمون نفسهم ما يفتحون من أقليهم، وتقدرون تقليهم. ورا ما تقلوهم تقدرون تحطوهم بالفريزر وان تردون تاكلوهم طلعوهم وبس حموهم بالاير فراير لو بالأوفن بكيفكم. هنا أنا بديت أقليهم، حطيت حوالي كوب مع الدهن، وبس تشوفون لونهم قام يتغير على جوزي لو جولد قلبوهم صفحة ثانية هيجي. شوف من هسه حلوين، شوف المنظر قد حلو. من تخلصون حطهم على بيبر تاول حتى ياخذ الدهن ماله. وهنا انا حطيت هات صاص، تقدرون تحطون اي صاص اللي يعجبكم. شوفوا الله هواية طيبة كانت وحيل سهلة، ما طولت ابد. جربوها والف عافية. طبعا اليوم عربي مالي ابد مو زين.